وبهذه المناسبة يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة. نرحب بك سعادة الوزيرة في نشرة الثالثة. بالطبع نبارك اختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية. ما أهمية اختيار المنامة للقب هذا العام السياحة عاصمة السياحة الخليجية؟ مساكم الله بالخير وشاكرة لكم هذه الاستضافة. طبعا يمثل اختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2024 فرصة نوعية لقطاع السياحة في مملكة البحرين لإبراز المملكة كوجهة سياحية مميزة في قلب الخليج العربي. طبعا تكمن أهمية اختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية في تقدم المملكة من مساهمات كثيرة ولافتة في تطوير السياحة البيتية الخليجية وتعزيز أيضا التكامل الخليجي في قطاع السياحة اللي يضفي تنوع في المرافق والمعالم السياحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ويساهم في جذب المزيد من السواح إلى مملكة البحرين. طبعا إضافة إلى ذلك يشكل اختيار المنامة كعاصمة للسياحة الخليجية فرصة ذهبية لإطلاق مبادرات وبرامج سياحية مبتكرة سيكون لها تأثير مباشر على مضاعفة أعداد الزوار من مواطنين ومقيمين دول مجلس التعاون الخليجي، وطبعا هذا سينعكس على إيجابا على زيادة عدد الليالي السياحية وأيضا نسبة إشغال الفنادق. نعم سعادة الوزيرة، كيف سيتم الترويج للمنامة كعاصمة للسياحة الخليجية؟ طبعا نعمل على الترويج المستمر لبرنامج الفعاليات المتكامل اللي أعدته هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتعاون مع شركائنا من كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحي من أجل طبعا استقطاب أكبر عدد من الزوار وتعزيز أيضا الهوية البصرية للفعالية. إضافة إلى ذلك سيتم الترويج لباقات سياحية خاصة لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون وأيضا الترويج لعروض المنشآت السياحية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون من رسوم دخول سواء كان في المواقع السياحية الفنادق والمنتجعات والفعاليات التي سيتم إطلاقها. وطبعا بالإضافة إلى ذلك احنا نخطط لإصدار جواز العاصمة السياحي من أجل استخدامه كمادة ترويجية أساسية على أساس أنه يسلط الضوء على المناطق السياحية في المنامة لعام 2024 اللي فعلا راح يضيف تجربة فريدة من نوعها للزائر. وطبعا سيتم الترويج لهذه المبادرة من خلال منصات الإلكترونية وأيضا من خلال المداخل سواء كانت في المطار أو جسر الملك فهد، ويتم ختم هذه الصفحات لكل المناطق اللي سوف يزورها السائح بإذن الله. نعم أيضا سعادة الوزيرة، ما هي المقومات التي تمتلكها المملكة والذي أهلها لتبوأ هذه المكانة واختيارها عاصمة للسياحة الخليجية لهذا العام؟ طبعا البحرين تمتلك العديد من المقومات البارزة اللي أهلتها لتكون عاصمة السياحة الخليجية لعام 2024، ويمكن في مقدمتها مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتنوع والتعايش وتعدد المقاصد التاريخية والثقافية والسياحية، وطبعا احتواها على العديد من الأنشطة والمرافق اللي تتناسب مع اهتمامات جميع أنواع السياح اللي يزورون المملكة، بالإضافة كذلك للنهضة الكبيرة اللي شهدها القطاع السياحي في مملكة البحرين على جميع الأصعدة وتحقيقه لقفزة نوعية في عدد السياح خلال الأعوام القليلة الماضية، وأيضا إدراك المملكة المبكر لأهمية هذا القطاع الحيوي كرافد رئيسي من روافد الاقتصاد باعتباره قطاع غير نفطي وواعد لتعزيز معدلات النمو والتنمية المستدامة. نعم سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.